الو. الو، مساء الخير. مساء النور، ازيك؟ ازيك يا اسامه؟ الحمد لله تمام. اتعرف بيكي؟ بقالي كتير بحاول اتصل كتير كتير كتير. معلش تليفوناتنا زحمه جدا. اكيد طبعا. طيب اتعرف بحضرتك؟ من غير اسم بقى ان شاء الله. من غير اسم بقى ان شاء الله. كام سنه؟ طيب 33. طيب مرتبطه؟ متجوزه. متجوزه عن حب ولا جواز تقليدي؟ عن حب. عن حب. طيب حلقتنا النهارده حلقه مفتوحه من القلب، عايزه تقولي ايه؟ انا تحت امرك. انا كنت عايزه اخد رايك، يعني هو انا شبه واخده قراري، بس يعني اللي هو عايزه حد ياكد لي ان قراري ده صح. يعني والله تعالي نفكر سوا. مبدئيا كده ان انا متجوزه عن حب بقالي 8 سنين ومخلفه. على مدار الثمان سنين دول كنت بكتشف خيانات يعني زوجي، تليفونات بقى، رسائل، مسجات، علاقات عابرة يعني زي ما بيقولوا. تمام. فأوقات كتير كنت يعني باخد موقف اللي هو أزعل شوية ولا كده ما ينفعش، وأوقات كانت بتوصل إن أنا يعني بطلب الطلاق، بس يعني اللي هو بطلبه من غير ما يعني أكون جادة في الموضوع، يعني اللي هو بطلبه من حيث ان اللي هو ايه الترهيب يعني، او انه تمام. بس وتحصل مشاكل ونتصالح وخلاص والدنيا بتمشي بعدها، وشويه بكتشف حاجات تاني برضه كده. لحد ما اخر مره اكتشفت يعني شفت صور الموضوع كبير، يعني مش حكايه علاقات عابره وخلاص يعني. بس فعند اللحظه دي انا حسيت انه يعني هو كده، معرفش يعني هو مبدئيا بيحبني جدا، وانا متاكده ان هو بيحبني، وانا بحبه جدا. والعلاقه بيننا مش علاقه زوجين وعايشين ومتجوزين وخلاص وعيال او كده وبتاع، لا يعني علاقه اتنين بيحبوا بعض وبيخافوا على بعض وبيفهموا بعض وبيحتووا بعض. جميل. فده اللي انا مستغرباه له، يعني ازاي ده يبقى معاه ده؟ فعند النقطة دي أنا حسيت إن أنا كنت جزء يعني بشارك في إن أنا عشان كنت بسكت أو بعدي الموضوع. فالموضوع بيتمادى 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 لحد ما أنا. طب الحادثة الأخرانية دي وصلت فيها لإيه؟ وصلت فيها إن أنا رفعت قضية طلاق. رفعتي قضية؟ يعني ما اتكلمتوش بحيث إن أنتوا تتفاهموا على طلاق بالأسلوب ودي؟ لا، وصلتوا المحاكم؟ لا يعني اتكلمت معاه في انه انا عايزه اتطلق، فلو هتطلقني بشكل ودي تمام، مش هنتطلق بشكل ودي، انا هروح الجأ للمحكمه. فهو يعني لا، مش هطلق من مبدا انه مش عند، لا مش هطلق عشان انا متمسك بيكي يعني. فرفعتي عليه قضيه؟ فرفعت قضيه طلاق، ولحد دلوقتي يعني بيبيني لا انا متمسك بيكي وعايزك ولادنا وبيتنا وخلاص واخر مره والحاجات دي. بس انا شايفاها ان هي الكلام ده سمعته كتير قبل كده يعني. بس المره دي انت رفعت قضيه طلاق؟ المره دي انت داخله جد، مش هتهزري يعني؟ ما هو قبل كده كان يعني مشاكل بتوصل برضو انه يعني مشاكل كبيره يعني. يعني انا عايز افهم دماغ الراجل ده، يعني دماغ الرجاله، دماغ الراجل ده، ان هو تعالي اقولها لك ببساطه مطلقه، والقرار في النهايه هيبقى قرارك برضو. يعني الراجل ببساطه مطلقه بيحب مراته وكل حاجه، ولكن شايف ان السجاده بتتسحب من تحت. عنده كام سنه؟ عنده 35. 35. شايف ان الدنيا حواليه مليانه بقى وزويز وحاجات لطيفه وبتاع، وان هو خلاص اتجوز ولبس وعنده عيال وبقى له كام سنه، 8 سنين متجوز من هو صغير، ودي بتعكسه ودي بتقول له كلمه حلوه فبيهرج وبيضحك لحد ما رجله جت واتكعبل. انما هو بيحبك وباقي على البيت، بس غلط. طب ما هو ده انا بشوف، ما هو بيغلط، اللي بيغلط ده بيغلط مره اتنين تلاته، شيطان ضحك عليه، واحده ضحكت عليه، بصي مره كده مره كده. انا عارف. انما اللي على طول ده معناه ايه؟ مش على طول، هي مش على طول، هو ده على طول ده لو بتلاقيه من سرير لسرير لأوضة نوم يرجع. لا الموضوع مش كده. الموضوع مش كده، بس اللي هو يعني ان انا ادي الفرصه دي تكلمني، وان انا ادي الفرصه دي ان انا ابقى. وعلى فكره على فكره عايز اقول لك حاجه، ممكن يكون مش مدي فرص لحد، على فكره هم اللي بياخدوا الفرص. احنا بقينا في زمن اسود. هو ثواني بس، هو
هي يعني بتشغل راجل او كده. طب ما هو في راجل برضو وبيشغل ست ويعني ممكن ستات لو هي مش كويسة تتمادى في الحوار ده، وممكن تبقى كويسة وتتمادى في الحوار ده وتشغله وكل حاجة، بس مش من منطلق ان هي عايزة منه حاجة ولا يعملوا حاجة قبيحة مع بعض ولا اي حاجة من دي ولا عايزه بالله، ولكن هي كمان عندها فراغ وزهقانة فبيدردشوا مع بعض ويهزروا ويقولوا نكت وحاجات كده. والراجل لو شاف كده على مراته هيسكت؟ لا مش هيسكت. طيب مجتمعنا طيب الشرقي اللي ربانا شمال، يعني انت خليتيني اقولها بقى بقلب، مجتمعنا الشرقي زرع فينا افكار زي الزفت. انا مش ضد المجتمع الشرقي وحلاوته. زمان في الستينات لما كنا بنتفرج على افلام الابيض واسود بتاعت حسن يوسف واحمد رمزي وعبد الحليم حافظ، ده كان مجتمع شرقي، بس ما تزرعش فيه الافكار الشمال. الافكار الشمال دخلت لنا من طيارات خربت بيوتنا. الافكار الشمال خلت الستات، الاهالي يفكروا في الستات بشكل وفي الرجالة بشكل بطريقة بشعة. المجتمع الشرقي والافكار والتيارات اللي دخلت علينا خلت الست تتحجب عن الدنيا والراجل ينزل يقف في الشارع صايع ويعمل اللي هو عايزه، من حقه يصاحب واحدة واثنين وثلاثة وعشرة، والست لو عمل كده تتضرب بالجزمة. اللي احنا فيه المجتمع السوس اللي جري في عظم المجتمع هو اللي خرب كل القيم الجميلة اللي في حياتنا وخلى مجتمعنا الشرقي بقى شكله كده. فالراجل اتربى على انه عادي انه صاحب دي يهزر مع دي فخر، انما الست تتضرب بالجزمة لو فتحت بقها. مع الاسف الغلط مش عنده، الغلط في مجتمع فسد على مدار سنين، الغلط في مجتمع خرب على مدار سنين، مجتمع كل افكاره وكل قيمه انهارت واتحط بدلها افكار وقيم تانية محطوطة ورا ستار تاني لا ليها قيمة ولا ليها معنى ولا ليها اي شيء يعبر عن انها تبقى قيمة في حد ذاتها، ولكن عاملة منظر غلاف مغطي كل السواد اللي احنا عايشين فيه. وبالتالي الراجل من حقه يعمل اللي هو عايزه، والست لا مش من حقها تعمل اللي هي عايزاه. ده مجتمعنا. انما في رجالة بتفهم ان زي ما انا مش من حقي هي مش من حقها. الجيل بقى اللي طالع انيل وانيل، الراجل من حقه والست من حقها والحياة بيس وكول جدا. بص يا بنت الناس، انا مش من انصار ان بيتك يتخرب، بس من انصار ان جوزك يتربى، يتربى يتقرص قرصة جامدة من ودانه ايا كانت بقى. ابوك يبهدله، عمامك يتلموا عليه مرمطوه، يتعهد قدام الدنيا كلها ان الغلطة الجاية هيتعور فيها تعويرة عمره، ان شاء الله تهدديه تقولي له اوكي هقفشك بتعمل حاجة كده هعمل وانت مش هتعرف، والبس يا وحش. هتلاقيه مش زي الجزمة، انا بقولها لك بمنتهى الامانة وانا اسف في الاكسبرشن. لو قفشتك بتعمل حاجة كده هعمل زيك، وابقى دور ورايا واتفرجي عليه وهو ماشي بيتشقلب قدامك في الشقة كل يوم. هو كده بشر، تخاف ما تختشيش، لازم يتهدد، لازم يعيش على الإدج مرعوب عشان يمشي عدل، لازم يخاف عشان يمشي محترم، لأنه لو ممشيش محترم هيلاقي اللي يخليه هزق قدام الناس كلها. إنما ولا فلوس هتعوره ولا خناقة هتضايقه، إنما الحتة دي عن الراجل تقرصه قوي.